السلام عليكم ورحمة الله. أعزائنا طلبة وطالبات الثانوية العامة الشعب الأدبية، لقاء جديد ومدرسة على الهواء والجغرافيا السياسية، ودائما معنا الجغرافيا سهلة بإذن الله. سعدنا أن أصحابنا في هذه الحلقة الأستاذ أشرف عبد المنعم، خبير المادة بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا أستاذ أشرف. أهلا بيك يا فندم. أهلا كل سنة وسهلا وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. أبنائنا الأعزاء، كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر، ودي ذكرى عظيمة جدا. يمكن أنا والأستاذ أشرف حضرنا حرب أكتوبر وكنا ساعتها أطفال صغار، ولكن كنا ندرك دائما أو كنا يعني نتذكر دائما كلما مرت علينا حرب أكتوبر ما عشناه في طفولتنا من تلك الحرب. وأنا شخصيا أحتفظ بكلمة روح أكتوبر اللي احنا بنسمعها كتير قوي، إن احنا نقول روح أكتوبر وعايزين يا جماعة نرجع لروح أكتوبر. كانت روح أكتوبر اللي موجودة كما عايشتها صغيرا، إن كان في المجتمع المصري على قلب رجل واحد، وكل إنسان كان بينسى ذاته في سبيل بلده. أنا أعرف جيدا إن التجار أخرجوا ما لديهم من سلع مجانا إلى الشعب، وكان بتوزع المواد التموينية مجانا حتى لا يستطيع أو حتى لا يكون هناك إرهاق من الشعب في النزول إلى مناطق الشراء، لأن كل واحد مشغول، يعني مش عايز، مش في دماغه الاكل او الشرب او حاجه زي كده، لا ده في دماغه اللي احنا فيه، الوضع الخطير اللي احنا فيه، الحرب اللي احنا دخلنا لها، اما ان ننتصر واما ان ننهزم وتكون البلاد في وضع سيء جدا. فكان الجميع على قلب رجل واحد، لم تسجل الاقسام محضر واحد للشجار او حتى للسرقه في كل مصر، وكان هذا تكاتفا عظيما بين الشعب، فخرج الشعب كله يعني يساند من يستطيع أن يفعل شيئا من أجل البلاد يفعله. فنجد أنه من جند نفسه في المستشفيات، ومن جند نفسه في المساعدة، ومن جند نفسه في توزيع المواد التموينية وهكذا، كانت البلاد كلها على قلب رجل واحد. أعرف جارا لي كان له اثنين من العائلة في الحرب، طبعا الأب وابنه في الحرب، وهناك يعني من يقول أنه لابد ان يكون واحد فقط في الحرب. يعني يا جماعه اشتكوا، قالوا هنشتكي في ايه؟ احنا عايزين البلد تطلع من اللي هي فيه، فالكل تناسى نفسه مقابل ان تنتصر البلاد في النهايه، والحمد لله انتصرت البلاد. هذا التكاتف العظيم الواحد بيحس بيه كل ما مرت عليه حرب 6 اكتوبر العظيمه طبعا، اللي ردت لنا ارضنا وحدودنا وخلتنا كده يعني ماشيين مفتخرين امام العالم ان ما عندناش جزء من مصر محتل ولله الحمد. أستاذ أشرف، بهني حضرتك بحرب أكتوبر، ويعني ذكرى بسيطة من حرب أكتوبر كنت عايشتها في هذه الحرب. والله أنا بقدم تحية لكل أم شهيد وكل أسرة شهيد، زوجة شهيد وأبناء الشهداء وكل من بذل عرق أو دماء على أرض هذا الوطن الغالي علينا كلنا. تحية للجميع، ودايما أتمنى يا رب روح أكتوبر تكون هي دي الدافع للشعب المصري لينهض إلى الأمام. تمام. أبنائنا الأعزاء، بنواصل معاكم بقى في ظل الأجواء الجميلة دي. طبعا علينا إن احنا يعني نتمسك بهذه الروح في منهجنا وفي معايشتنا للجغرافيا السياسية، وطبعا احنا عارفين المنهج بتاعنا منهج ممتع جدا وثقافي جدا. استاذ اشرف، كان ليه ملحوظه على كتاب المدرسه، اتفضل يا استاذ اشرف. بالنسبه للكتاب المدرسي، يعني بناشد ابنائنا الطلبه ان هو يتاكد من الطبعه الجديده اللي هي 2018 2019، لان توجد بعض التعديلات في المنهج، وتوجد نشره وزاريه بهذا الموضوع وزعت على يمكن معظم جميع الادارات على اساس تتوزع النسخ اللي هي للطبعه الجديده ولا تستخدم الطبعه القديمه. ليه؟ لأن هناك بعض المفاهيم تم تعديلها، وهناك بعض الإضافات داخل هذا المنهج. فمن البداية على أساس ما يحصلش لبس عند كتير من أبنائنا الطلاب، فمثلا مفهوم جيبولوتيك تم تعديله، والمفهوم الصحيح هو اللي اتحط السنة دي. فبنقول كده لأبنائنا الطلاب نتأكد من إن الطبعة الموجودة 2018 2019. تمام. ده ضروري جدا على اساس ان هو يبدا من البدايه مع الكتاب الجديد، ويمكن في تنبيه عام على جميع الادارات بتسليم الكتب للطبعه الجديده. تمام. خاصه في التاريخ والجغرافيا للصف السادس السنه. تمام. نعم. هو الكتاب معانا كلنا ووصلنا، وهو مكتوب عليه كمان بادج جميل، رؤيه مصر 2030، في بادج كده في اعلى الكتاب. نعم.
طيب بنواصل مع حضرتك منهجنا، احنا وصلنا لمساحة الدولة. نعم بنشوف دول العالم على الخريطة، بنجد ان دول العالم على الخريطة يعني ليست على شكل واحد من حيث المساحة، هناك تباين بين نعم الدول في المساحات. طيب هذا التباين او الرقعة المحددة التي تشغلها الدولة لها أهمية، وعايزين نشوف حضرتك التباين دوت ناخد أمثلة عليه. احنا الاول دي خريطة العالم موجودة قدامنا. لو احنا نظرنا لخريطة العالم الاول خالص، الطالب لازم يبقى عارف يعني ايه كلمة مساحة الدولة. زي ما احنا شايفين كده مثلا دولة مثل روسيا الاتحادية، المساحة هنا معروفة ازاي؟ هي عبارة عن رقعة من الارض بتشغلها الدولة، لها حدود واضحة المعالم ومعترف بها دوليا. نفس الكلام ده ينطبق على اي دولة، انت شايف بين كل الدول توجد ايه؟ توجد حدود سياسية، حدود سياسية. هذه الحدود معترف بها دوليا. اذا مساحة الدولة عبارة عن ايه؟ رقعة من الارض بتشغلها الدولة، لها حدود ومعترف بها دوليا. فده طبعا بيبين ان مساحة الدولة لفظا غير لما اقول مساحة فقط. مساحة الدولة رقعة من الارض تشغلها الدولة ولها حدود ومعترف بها دوليا، دي اسمها ايه؟ ده المصطلح ده اسمه ايه؟ الدولة. مساحة الدولة يعني أنا وليس المساحة. لو المصطلح جه نعم. وأنا كتبت المساحة. يعني الإجابة هنا خاطئة، ليست سليمة. تمام. لأن إحنا ما عندناش مصطلح المساحة في المنهج، إحنا عندنا مصطلح مساحة الدولة. مساحة الدولة. نعم. تمام. المساحة دي أما أقول لك طول في العرض مثلا في الارتفاع، يعني أكلمك عن حاجة عامة. لكن لما اقول لك رقعة من الارض بتشغلها الدولة ولها حدود ومعترف بها دوليا، هي دي مساحة الدولة. مساحة موضوع الدولة. منتهي. تمام. تمام. طيب بما تفسر تتباين دول العالم، أو هناك تباين بين دول العالم من حيث المساحة؟ برضو هنا استاذ احمد، لو الطالب وضع خريطة العالم قدامه والخريطة موجودة عنده في كتاب المدرسة، تمام، لو هو فتح خريطة العالم السياسية هيجد ان الخريطه اللي موجوده قدامه، يمكن انا بدعو ابنائنا الطلاب يفتحوا الكتاب معانا، الخريطه في صفحه 51، خريطه العالم السياسيه في صفحه 51. تمام. خريطه العالم السياسيه اللي موجوده قدامنا دي بتوضح لي الدول. طب شايف الدوله هنا دوله مثل روسيا كبيره المساحه. تمام. شوف مصر مساحه اختلفت. اختلفت. تمام. خلاص. لو حطيت سن القلم كده على الخريطه مثلا دوله البحرين الشقيقة مساحة صغيرة جدا، صغيرة. طيب. نعم. الفاتيكان ما تبانش على الخريطة، على خريطة العالم. فإذا هنا المساحات ايه؟ بتتباين. شايف روسيا مساحتها قد ايه؟ كندا، الولايات المتحدة، البرازيل، الهند، الصين، بتلاقي دي دول برضو مساحتها ايه؟ كبيرة. جميل. لكن تعال شوف مثلا مصر، ليبيا، السودان، تشاد، النيجر، الجزائر، المغرب، تلاقي مساحات هنا متوسطة. تمام. وتلاقي بقى في مساحات صغيرة جدا ومساحات قزمية جدا ومنتهية الصغر. تمام. هو خد الطالب عندنا هولندا، بلجيكا. نعم. الدول مساحات صغيرة يعني. نعم. تمام. فإذا هنا خريطة العالم السياسية بتوضح إن دول العالم بتختلف من حيث المساحة. المساحة. دول كبيرة في المساحة مثل روسيا مساحتها تصل إلى 17.6 مليون كيلومتر مربع. تمام. ودولة صغيرة جدا مثل الفاتيكان أقل من كيلومتر مربع. فإذا تمام. هنا بيبين الخريطة، بيبين لأبنائنا الطلبة التباين الإيه الكبير في المساحة. المساحات بين دول مين؟ بين دول العالم. تمام. يبقى احنا نذكر كده، الطالب يقول ان هناك دول كبيره المساحه مثل روسيا الاتحاديه وتبلغ مساحتها 17.6، نعم. وهناك دول صغيره المساحه مثل الفاتيكان، وكده يبقى الطالب نعم. اجاب على السؤال. نعم. طيب استاذ اشرف، احنا عندنا الدول كبيره المساحه، لما نيجي نتكلم على المساحه الكبيره، هل المساحه الكبيره ميزه من المميزات التي تميز الدول عن المساحات الصغيره؟ طبعا المساحه الكبيره لها جانب كبير من الايجابيات. تمام. خلينا نشوف الإيجابيات الأول وبعد كده نتكلم عن سلبيات المساحة الكبيرة. تمام. ولكن على كل الإيجابيات أكثر من الإيه؟ من السلبيات. تمام. المساحات الكبيرة، دولة مثل روسيا، مثل الصين، مثل كندا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، المساحة الكبيرة بتدي فرصة لتنوع التركيب الجيولوجي، تنوع الصخور. تمام. وبالتالي هتتنوع الموارد المعدنية، فده بيؤدي لتنوع الأنشطة البشرية. تمام. يبقى المساحة الكبيرة هتدي فرصة لإيه؟ تنوع جيولوجي ومعدني. تنوع جيولوجي، تنوع معدني، تنوع في الأنشطة. تمام. المساحة الكبيرة بتدي فرصة للدولة لتطبيق نظرية الدفاع في العمق. وبالمناسبة نظرية الدفاع بالعمق. احنا في ذكرى حرب اكتوبر المجيدة. تمام. طيب كيف تستخدم
المساحات في تطبيق نظرية الدفاع في العمق. ومين الدول اللي تقدر تستخدم هذه النظرية؟ الدول اللي مساحتها كبيرة. تمام. نظرية الدفاع في العمق دي عبارة عن ايه؟ انت بتجذب العدو داخل مين؟ أراضيك. داخل اراضيك، انت اضرب اراضيك من العدو، تمام. وفي النهاية ايه اللي بيحصل؟ بتبدأ انت تدافع. تبدأ تهاجم كمان داخل ارضك. تمام. مين اللي عمل كده؟ الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، الالمان دخلوا الى حدود روسيا، تراكم الاتحاد السوفيتي، دخل فصل الشتاء القارس، فبدأ الجو هنا المناخ يختلف، بدأ كمان طبيعة الأرض بتكون مختلفة، تتغير. الروس أضرب أرضهم، فكانت النتيجة هزيمة الألمان، واستطاع الاتحاد السوفيتي أن يصل إلى ألمانيا الشرقية وسور برلين تمام. وحاصر برلين. إذا هنا شايف هنا إيه اللي حصل؟ ده ألمانيا خرجت، لو الطالب بس حتى يشوف كده، ألمانيا خرجت شايف منين؟ من قارة أوروبا كده، تمام. واتجهت وصلت إلى مين؟ إلى روسيا. إلى روسيا. فهنا الروس طبقوا نظرية الدفاع في في العمق. مساحات كبيرة زي ما حضرتك شايف. شايف بقى مساحة روسيا كبيرة ازاي؟ كبيرة جدا. تديهم فرصة ان ينقلوا السكان. ده كده مجرد حركة الجيش الألماني إرهاق. ارهاق. تمام. وكونهم ان هم يتوغلوا داخل روسيا الاتحاد السوفيتي في الوقت ده، طبعا ده شكل ليهم مشكلة خطيرة، اللي هو قطع اللي هو الصلة بينهم وبين القيادة فين؟ في في ألمانيا. ألمانيا، او طول الفترة لو في امدادات او الى اخره. تمام. فكانت النتيجة ان الاتحاد السوفيتي استطاع هزيمة ألمانيا، وطبعا انتصر الاتحاد السوفيتي في المعركة وحاصر برلين، يعني يمكن 1948 كان محاصر سور برلين. تمام. نعم. كبيرة المساحة ومميزاتها أيضا تستطيع تطبيق نظرية الدفاع بالعمق. طب أصبح عندك مستين. يعني احنا طب نقدر نقول سؤال مثلا نعم. لأبنائنا، يعني أقدر أقول صح أو خطأ، تستطيع دولة الكويت تطبيق نظرية الدفاع بالعمق؟ أي دولة صغيرة المساحة وينطبق عليها هذا المصطلح دولة صغيرة المساحة، بالتالي لا تستطيع استخدام نظرية الدفاع في العمق. تمام. على الطالب أن يتخيل إن مثلا المساحة صغيرة وأنت أعطيت فرصة العدو يدخل البلد، خلاص دخل البلد، تمام. الموضوع انتهى، أنت ترتد هتروح فين؟ هيحتلها في ساعة. هيحتلها في وقت بسيط. فإذا هنا بيبين أهمية المساحة في تطبيق أو استراتيجيات الحروب، إن هو ممكن يتخلى عن جزء من إيه؟ من أرضه، ثم يعود لمعاودة الهجوم والانتصار في وقت ما. بس ده شرط ان تكون الدولة كبيرة المساحة. طبعا اذا لا تستطيع مثلا دولة صغيرة المساحة الكويت البحرين غيرها ان تقوم بهذه تطبيق هذه النظرية، نعم. نظرية الدفاع بالعمق. نعم. تمام. النقطة التانية، يمكن التاريخ بيثبت دايما النظرية دي، يعني مثلا صلاح الدين عندما خرج لمحاربة الصليبيين انتصر عليهم، هو خرج من مصر، تمام. يقابلهم ايه؟ خارج الحدود، خارج الحدود. مظبوط. تمام. كذلك الامر في المغول، المغول مع قطز، سيف الدين قطز. سيف الدين قطز برضو نفس الكلام، خرج خرج لمقاولاتهم طبعا في بلاد الشام. اذا هنا دوا بيدي بقى ليه؟ لانه هو لو لا قدر الله في هزيمه يقدر يرجع تاني ويبدا تمام. يستعد للحرب. تمام. فاذا هنا هذه النظريه لا تطبق الا في الدول اللي هي الكبيره جدا، في المساحة. اللي هي الايه، في المساحه. تمام. كمان المساحات الكبيره بتدي فرصه لنقل الافراد ونقل المساكن ونقل بعض المصانع من المناطق القريبه من مناطق القتال، يعني ممكن تنقلهم لو هم في منطقه قريبه من مناطق القتال تنقلهم لمنطقه ابعد. تمام. فده برضو مش هتقدر تعمله الا في مساحه ايه؟ كبيره. مساحه كبيره. يعني بتأمن مصانعها وسكانها وقت الحرب او وقت الخطر. نعم. تمام. كمان بتدي فرصه لاستيعاب عدد اكبر من السكان. تمام. وكون ان في سكان موجودين في الدوله ده بيدي فرصة أكبر لاستثمار الموارد. تمام. يبقى هنا بتستوعب عدد أكبر من الإيه؟ من السكان، في ظل الإمكانيات الاقتصادية اللي موجودة ومواردها، السكان بيكونوا قادرين هنا على استثمار مين؟ استثمار اللي هي الموارد. تعال شوف النهاردة الصين 1.3 مليار مثلا، يمكن أكتر كمان، نسمة. فهنا طبعا الرقم يخض، لكن هو الثروة البشرية. ولكن استخدام الثروة البشرية، والنهارده الصين بتنافس اقتصاد كبير جدا قوي على مستوى العالم، وهي يمكن الثانية في الاقتصاد عالميا النهارده. تمام. وده السر ان دول كبيرة زي مثلا استراليا او كندا بتفتح باب الهجرة في كثير من الاوقات ل يعني اجتذاب ايدي عاملة اليها. نعم. طيب دي ايجابيات دائما المساحة الكبيرة ايجابية؟ لا مش شرط. هو هنا يمكن بس دايما الايجابيات بتكون اكتر من السلبيات. تمام. يعني تعالى نعد الايجابيات مع بعض ونكتبهم لابنائنا الطلبه. تمام.
احنا هنكتب ممكن ايجابيات. كده نقول سؤال مثلا، المساحة الكبيرة سلاح ذو حدين مثلا؟ أدي عندي، أنا خدت سؤال حضرتك، المساحة الكبيرة سلاح ذو حدين. تمام. لو احنا هنجاوب أول حاجة تعطي المساحة الكبيرة فرصة لتنوع أو في تنوع التركيب الجيولوجي، هذه أول حاجة، تمام. وبالتالي تنوع الموارد المعدنية. ده كده دي الإيجابيات. زي دي تمام. بقى أمثلة، روسيا، الصين، اللي أنت عايز تحطه مثلا، الصين الولايات كانت المتحدة. تحتل المركز الأول في العالم في إنتاج الحديد نعم وأيضا الفوسفات. نعم تمام. تعال شوف برضو اتنين، تعطي فرصة للدولة في استخدام نظرية الدفاع نظرية بالعمق. الدفاع في العمق. برضه تعطي فرصة لضم عدد كبير من ادي السكان. كده اتنين من الايه، من الايجابيات. تمام. طيب حط مثلا ايجابية تالتة معاهم، فرصة ضم عدد كبير من السكان أو إبعاد السكان والمصانع عن المناطق المهددة. فرصة لمين؟ لإبعاد السكان والمصانع إلى مناطق آمنة. بعيدة تمام. عن مناطق القتال. وضم السكان. بتستوعب عدد أكبر من الإيه؟ من السكان، وده يمكنهم من استغلال الموارد الموارد. إذن دي كلها مميزات للمساحة، مين؟ الكبير. للمساحة الكبيرة. تمام. فهنا ده الجانب الإيجابي فيها. تعال بقى نشوف الجانب الإيه، السلبي. السلام. تمام. دايما لما بتقول سلاح ذو حدين لازم تتكلم عن جزء إيجابي وجزء سلبي وجزء سلبي. او نعمة ونقمة نعم. مثلا. سلبيات المساحات الإيه؟ الكبيرة، أو الدول اللي هي ذات المساحة الإيه؟ الكبير. ذات المساحة الكبيرة. إيه السلبيات يا أستاذ أحمد؟ أول سلبية إن المساحة الكبيرة بتحتاج لجهود وتكاليف كتير. تمام. المساحة الكبيرة بتبقى مترامية الأطراف، ممكن لو السكان عددهم قليل أو إذا كان الجيش عدده قليل يبقى صعب إن أنت تسيطر على مين؟ على جميع أطرافه. تمام. يبقى أصبح هنا السلبيات عندك نقطتين مهمين، بتحتاج المساحات الكبيرة إلى تكاليف كثيرة. تمام. احتاجت هنا لتكاليف إيه؟ تكاليف كتير إمكانيات ومجهود وإمكانيات أكتر وجهود كبيرة. السيطرة على أجزاء نعم أطراف ويكون اتنين مترامية، مين؟ الأطراف. مترامية الإيه؟ الأطراف، ده بيشكل صعوبة في السيطرة. فيصعب السيطرة عليها أو تمام. على أطرافها. تمام. نعم. يبقى احنا كده عرفنا ان هناك سلبيات وهناك ايجابيات نعم للمساحة الكبيرة. نعم تمام. طيب هذه هي المساحة الكبيرة سلبا وايجابا. نعم هناك بقى المساحات الصغيرة، يعني احنا عايزين نتكلم على المساحة الصغيرة، السلبيات والايجابيات ايضا، يعني هل لها سلبيات وايجابيات؟ تمام. انا اعتقد من وجهة نظري ان سلبيات المساحة الصغيرة ستكون اقوى او اكثر. كمان في نقطة في المساحة اللي هي الصغيرة، انت دايما لما بتتكلم عن المساحة الصغيرة هنا بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن دول اللي هي الصغيرة في المساحة. تمام. فانت لو نظرت للجانب الايجابي بتلاقي سهل السيطرة عليها، سهل ادارتها، سهل حصر مواردها واستثمارها، تمام. سهل عملية التنمية والتطوير. ده كله ايجابيات في المساحة الصغيرة، ولكن في عيوب خطيرة في المساحة الصغيرة. سهل اختراقها، سهل احتلالها. حضرتك مركز على كلمة سهل. عشان الطالب يبقى فاهمها بسهولة برضو. تمام.
اول حاجه خليني في المميزات، نقول مميزات سهل 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 سهل. تمام طيب ايه المميزات استاذ حضرتك نكتبها له ما احنا نكتبها على اساس يبقى معانا برضو، ان يعني احنا هنا برضو مثلا ممكن نقول ان هي المساحه الصغيره سلاح ذو حدين برضو، او نعمه ونقمه، او لها سلبيات وايجابيات. ايه مميزات الدول اللي هي ذات المساحات الصغيره؟ تمام. واحد، سهوله ادارتها تمام وضبطها. اتنين، سهوله تنميتها تمام وتطويرها. يبقى برضه كلمه سهوله. خلاص. تمام. ثلاثه، سهوله حصر مواردها تمام واستثمارها. يعني سهوله حصر الموارد واستثمارها وايه تمام واستثمار. اذا هنا اصبح كده ادي المميزات. تمام. تعال بقى اشوف للايه العيوب. العيوب سهل اختراقها برضه، خلاص تمام. سهل احتلالها، مثل ما احتلت المانيا مثلا هولندا وبلجيكا في الحرب العالميه الايه الثانيه. يبقى هنا برضه بنعرف ان المساحه الصغيره فيها كلمه برضه سهوله. نعم. السلبيات هي سلبيات المساحة الايه الصغيرة للدول. السلبيات عندي نشوف كده، نقول اول حاجة سهولة اختراقها. تمام. يعني لو قالها بطريقة تانية، سهولة احتلالها. تمام. مثل المانيا احتلت مين؟ هولندا وبلجيكا. هولندا ومين تاني؟ وبلجيكا. بلجيكا في الحرب الثانية. اوكي. اكثر تأثرا بالزلازل والايه والبراكين يعني والاعاصير التأثر. ليه؟ فهي دول صغيرة. تخيل لو زلزال ده ضرب مثلا دولة مساحتها صغيرة، بتلاقي كل الدولة بتتأثر. تمام. لو فيضان، لو مثلا اعصار، لو بركان، وهكذا. فهي اكثر تأثرا بالكوارث. مين؟ بالكوارث الطبيعية. قد نجد مثلا الولايات المتحدة يأتي الاعصار على مناطق فلوريدا وميامي في الجنوب. نعم. فيصيب تلك المدن وباقي الولايات المتحدة الأمريكية ثابتة، لا يحدث لها أي شيء. نعم. عشان مساحة كبيرة. نعم. تمام. كنا دايما لما نيجي ندرس المساحات، الحاجات اللي ليها جانب إيجابي وجانب سلبي، في نظريات بتطبق اللي هي نظرية القبعات الست. فدايما الطالب يلبس القبعة مثلا السوداء مثلا. كم بقى السوداء هنا هو هيشوف الجانب الايه السلبي مثلا في المساحه الكبيره مثلا. تمام. ومثلا لو هو ارتدى مثلا قبعه اخرى مثلا خضراء، يبدا ينظر مثلا لجوانب معينه. والجانب مثلا لو لبس القبعه الزرقاء، يبقى هنا عنده نظره شموليه للمساحه اللي هي الايه اللي هي الكبيره، ايجابيات وايه وسلبيات. فانت هنا بتعمل عمليه ان الطالب بيفكر بأكتر من تفكير، ايه المميزات. طيب. ويتكلم عنها، يتقمص الدور. ولو لبس مثلا قبعه تاني يتقمص دور القبعه، ان هو كده بينظر للجانب السلبي. طب لو لبس زرقاء، يبقى هنا جانب ايه اكثر شموليه، هيقف على الايجابيات ويقف على مين؟ على السلبيات. فيبدا الطالب دماغه هنا تبدا تشتغل، ويبدا يفهم الموضوع ماشي ازاي. تمام. فيعني بدعو اساتذتنا الافاضل في المدارس الى تطبيق نظريات اللي هي التدريس الحديثه، او استراتيجيات التدريس الحديثه، عند تدريسهم لهذا المحتوى، لان بيسهل تطبيق العديد من الاستراتيجيات عند تدريس محتوى الجغرافيا السياسيه او الجغرافيا بشكل عام، سواء في الصف الاول الثانوي او الثاني الثانوي وهكذا. تمام. مع وجود الافلام طبعا الوثائقيه. نعم. الحاجات اللي هي على بنك المعرفه. نعم. نعم. دلوقتي يستعان بيها، يعني زي مثلا الافلام الوثائقيه اللي هي موثقه لحد النهارده، حرب اكتوبر. نعم. واحداث حرب اكتوبر كلها افلام حقيقيه. نعم. بتوثق الماده الفيلميه دي، غنيه جدا، بترسخ المعلومه عند الطالب. نعم. طيب استاذ اشرف، احنا بنتكلم عن المساحه الكبيره والمساحه الصغيره. كده احنا استنتجنا ان المساحه الكبيره ايجابيه في يعني نظره عامه، ولكن هل المساحة فقط يتوقف عليها قوة الدولة؟ يعني نقول أن مساحة الدولة هنا هي مقياس أو معيار الأساسي والرئيسي لقوة الدولة؟ منطقيا ما نقدرش نقول أن الإجابة هنا سليمة. ليه؟ لأن دايما المساحات الكبيرة الأساس فيها أستاذ أحمد الموارد. تمام. يعني أنت عندك مساحة كبيرة بس ما فيهاش موارد، إيه أهمية المساحة هنا؟ تمام. عشان كده يقولك أهمية المساحة أهمية
المساحة لا تقاس بالكيلومترات المربعة. طب استاذ حضرتك، لان السؤال ده انا شفته في الامتحان، واحب ابنائنا الطلبه يعني برضو يكتبوه معايا. أهمية المساحة لا تقاس، وحط خطين هنا كده بالكيلو مترات المربع. ده حضرتك يندرج تحت ايه؟ ده أنا هحط للبرهن بقى سؤال اسم كده، علل. هحط لك سؤال آخر، ما رأيك ما رأيك؟ تمام. في المقولة الآتية؟ دي بقى من اساليب الامتحانات خلاص، الجديدة يعني. ايه رأيك في تمام المقولة التالية تمام مثلا؟ أهمية المساحة، وأنا ممكن نغير شوية، تقاس مثلا بالكيلومترات الإيه؟ المربع. المربع. هو لو قالوا المساحة بس تمشي، تمام. لكن الأهمية لا، مش شرط. أنا لازم المساحة دي يكون فيها موارد. تمام. موارد بس ولا سكان لازم يستغلوها؟ سكان. يبقى لازم كمان يكون في إيه؟ سكان. تلاحظ حاجة، أرسطو في بدايته في الدولة المثالية ركز. قال لك إيه؟ أهم عنصرين بيأثروا في قوة الدولة وضعفها مين؟ الموارد الموارد والسكان. الاقتصادية، ومين تاني؟ السكان والسكان. يعني، حتى النظريات الحديثة بتأكد ما قاله أرسطو. نعم. تمام. فهنا لازم المساحة دي تكون فيها موارد، موارد موارد متنوعة. حجمها كبير تمام ومتنوعة، تمام ولازم يكون في إيه؟ سكان. سكان. شوف بقى السكان دول لازم إيه بقى؟ تمام لديهم قدرة على استغلال مين؟ الموارد. على استغلال الموارد. يعني ايه لديهم قدرة؟ يعني بيمتلكوا تكنولوجيا. تمام. يبقى اذا هنا انا عندي موارد وعندي سكان، ولازم يكون في ايه؟ تكنولوجيا. تكنولوجيا. طب كمان معاك ايه تاني؟ لازم النظم الاقتصادية تساعد على هذا. تمام. نظم ايه؟ الاقتصاد في الاقتصادية. اي دولة تكون بتساعد على استغلال الموارد ومين؟ واستثمارها، بالاضافة لسهولة مين؟ الاتصال. سهولة المواصلات. يبقى اصبح عندك هنا اكتر من عامل اخر يؤثر في اللي قوة هي المساحة. اهمية المساحة. أهمية المساحة. وممكن واحد تاني ياخدها من زاوية تاني، يقول لك ان قوة الدولة لا تقاس بمساحتها. لان في عندك مساحة، وفي موقع معايا، وفي نواحي اقتصادية، وفي نواحي عسكرية، خلاص، وفي قوة تنظيمية، تمام. اللي هي الخمس عناصر الرئيسية لمقومات قوة مين؟ الدولة. اللي هي بتتحسب بيها قوة أي إيه؟ دولة. اللي هي فلو الناس الطالب. الطالب هنا قال قوة الدولة لا تقاس بالمساحة، ولكن تقاس بالنواحي الاقتصادية والنواحي اللي هي الإيه؟ العسكرية والقوة التنظيمية وهو إلى آخره، هو تقريبا نفس الكلام بس الصيغة مختلفة. تمام. يعني هناك عوامل محددة لأهمية المساحة بالنسبة للدولة. نعم. هذه العوامل المحددة: السكان، حجم والموارد. الموارد نعم الموجودة، قدرة السكان على استيعاب التكنولوجيا نعم قلت واستغلال لكم. الأنشطة، نعم النظم السياسية والاقتصادية السائدة، تمام. ثم سهولة سهولة المواصلات. المواصلات. بهذا إذا توفر ذلك مع المساحات تكون المساحة إيجابية. نعم تمام. نعم طيب ننتقل إلى موضوع آخر. أستاذ أشرف، أنت عايز حاجة في المساحة؟ عشان احنا ننتقل إلى حاجة تانية خالص، اللي هي شكل الدولة. لا، هو هنا يمكن المساحة تم تغطيتها، والسؤال اللي حضرتك أثرته ده كان سؤال جميل جدا، اللي هو يعني برضو في فكر شوية، هل أهمية المساحة هتقاس بالكيلومترات المربعة ولا لا؟ أو عرفنا إن الكلام ده مش مظبوط، لا، في عوامل تانية بتأثر في قوة مين اللي هي الإيه؟ المساحة. ممكن يجي سؤال مثلا، ما النتائج المترتبة على اتساع مساحة الصين بالنسبة لقوة الدولة؟ تمام. اتغير خالص اللي هو رأس السؤال، هو جاب له مين هنا؟ الصين. الصين كمثال. ما هي الصين مساحتها ايه؟ كبيرة. كبيرة. تمام. طب هنا ما النتائج المترتبة؟ الطالب هنا يكتب يا استاذ احمد، لازم يكتب الايجابيات ويكتب السلبية. كمان السلبيات. تمام. نعم. للاثنين. ما دام قال له ما النتائج المترتبة على اتساع المساحة، تمام، هيجيب الجانب الايجابي ويجيب الجانب الايه؟ السلبي. السلبي. نعم. وكذلك الحال لو شال الصين، حط روسيا مثلا، او حط الولايات دولة المتحدة، كبيرة اي المساحة. دولة كبيرة المساحة. تمام. نعم. طيب فعلا. لو عكسنا السؤال، لان حضرتك فتحت شهيتنا للاسئله في نعم من هذه النوعيه، نعم ما النتائج المترتبه على صغر مساحه كل من هولندا وبلجيكا؟ هنا الطالب برضه هيقول الجانب الايجابي تمام والجانب الايه؟ السلبي. السلبي. تمام. ويذكر احتلال المانيا، ويذكر الاحتلال ده اساسي او في السوفيت. الاجابه، يعني انا تمام افضل حتى ان هو يبدا بيها، تمام، ويقول مثلا وراء على الرغم من ذلك الدول هولندا صغرت وبلجيكا مثلا، المساحه لها او كذا. لو انا بقى عايز النقطه دي تحديدا مثلا، او نخلي سؤال محدد نقول ما النتائج المترتبه على صغر مساحه هولندا، او ما اثر
عسكرية صغر مثلا. مساحة هولندا وبلجيكا في الحروب تمام، أو عسكرية. أو عسكرية، من الناحية العسكرية. تمام. يبقى كده هتقول سهل إيه احتلالهم. طب اثبت بالأدلة احتلال ألمانيا لهولندا وبلجيكا في الحرب العالمية الثانية. تمام. نعم. طيب كده احنا يعني خدنا دماغ أولادنا إلى جميع أنواع الأسئلة حول مساحة الدولة. كده ما عندناش طبعا إيه أي أسئلة تاني. نعم هننتقل إلى شكل الدولة. نعم طيب حضرتك بنتكلم برضو عن شكل الدولة. هل تخضع دول العالم لنمط محدد من حيث الشكل؟ وإيه هي أهمية الشكل بالنسبة للدولة؟ انت عندك شكل الدولة هنا بتلاقي الاشكال متنوعة. تمام. يعني انت انظر الى خريطة العالم هتعرف ان مش كل الدول واخدة شكل واحد. ده في دول مستطيلة، تمام، وفي دول مربعة، وفي دول واخدة شكل دائري، وفي دولة واخدة شكل اللي هو المستطيل الطولي اللي هو من الشمال للجنوب، وفي دول واخدة شكل المستطيل العرضي. تمام المستطيل الطولي مثلا زي تشيلي، زي ما احنا شايفين على الخريطة بالطول من الشمال لمين؟ للجنوب. تعال شوف تركيا، تعال شوف منغوليا، الاتنين بالعرض. تمام اوكي، يمتدوا من الشرق لمين؟ للغرب. هل هتتشابه الظروف المناخية في الدول دي؟ هل هيتشابه الانتاج؟ هل هيكون شكل الدولة مؤثرا في قوتها؟ هو ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي من الشكل. دولة مثل مصر مربعة واقرب لشكل المربع، مربع. دولة مثل فرنسا اقرب للشكل الايه؟ الدائري. الدائري. ايه مميزات الشكل ده؟ تمام. خلاص؟ تعال شوف اليابان، دولة بحرية ايه؟ مجزأة. والفلبين، كذلك. اندونيسيا، تمام. نفس الكلام. اذا هنا الولايات المتحدة دولة برية مجزأة، تمام. ايطاليا برية بحرية. اذا هل كل الدول زي بعض؟ لا طبعا، لا، اختلفت من بتختلف حيث الشكل. دول العالم من حيث مين؟ من حيث الشكل. تمام. نعم. والشكل ايضا من العوامل المؤثرة في قوة الدولة. نعم. تمام. كلما كان شكل الدولة منتظما كلما كان يعني قدرة الدولة على حسن إدارتها والسيطرة عليها، أو الدولة يعني تكون قوية أكثر. تمام. احنا لو مسكنا مثلا انواع اشكال الدول او تمام. اشكال الدول، اول شكل ايه يا استاذ احمد؟ اللي هو الايه؟ المنتظم المنتظم او المندمج. المندمج. حضرتك يمكن كنت بتقولي مميزاته، نكتبها حتى لابنائنا الطلبه هنا. تمام. الشكل المندمج اللي هو زي المربع او الايه؟ الدائري. او الدائري. لو حطيت ايدي في وسط الشكل ده تمام، سهل توصل لجميع الاجزاء في الدوله، يمكن المسافات بتبقى على ابعاد متساويه. تمام. نعم. طب استاذ حضرتك في تلقي تليفون. اتفضل معانا رنا. اتفضلي. الو. الو، ايوه، ازيك يا مستر؟ اهلا وسهلا، ازيك يا رنا؟ الحمد لله. كنت عايزه اسال سؤال في الجغرافيا. اتفضلي. ماشي، اتفضلي. توجد عده عوامل تؤثر في اهميه مساحه الدوله. توجد عده عوامل تؤثر في اهميه مساحه تؤثر الدوله. في اهميه مساحه الدوله. اه تمام. في سؤال تاني يا رنا؟ لا شكرا. كنت عايزه اسال، كنت عايزه ايه؟ تتسال. تتسألي؟ اه. طيب خلاص، نقدر نسألك في انه درس مثلا؟ انا اخدت لغاية ما حضرتك ما شرحت. تمام. انت معانا متابعانا يعني؟ اه. طيب خلاص ماشي. هل هناك علاقة بين المساحة الكبيرة للدولة، بس دي اسئلة التفكير، والنشاط الاقتصادي؟ المساحة الكبيرة للدولة والنشاط الاقتصادي، ما العلاقة؟ اه، في علاقة. بيزيد احتمال التنوع التركيبي الجيولوجي. تمام. والتنوع الموارد المعدنية. تمام. وزي روسيا. الله ينور عليك. تمام، إجابة سليمة. تمام. وده بيدي فرصة لتنوع الأنشطة. بيدي فرصة لتنوع الأنشطة. تمام. تنوع الأنشطة وتعطي فرصة للدولة في استخدام الدفاع، أنظمة الدفاع بالعمق. تمام. طيب ما أثر المساحة الصغيرة السلبي على كل من هولندا وبلجيكا؟ هي تخترق بسبب سهولة اختراق الدولة والسيطرة عليها، ممكن تخترقها في أي وقت. تمام. وزيادة تأثير بالكوارث الطبيعية. تمام. وأعطى فرصة لألمانيا لاحتلال، وأعطى فرصة لألمانيا لاحتلال هولندا وبلجيكا أثناء الحرب. تمام. تمام. الله ينور عليك. لا خلاص بقى يا رنا كده. ماشي. ان شاء الله تجيب درجة نهائية يا رنا زي زمايلك السنة اللي فاتت. ان تمام. شاء الله. تمام.
طيب استاذ اشرف، كانت بتقول العوامل المحدده لاهميه الدوله لمساحه الدوله. لمساحه الدوله. انا كتبت لها السؤال بتاعها، توجد تمام. عده عوامل تؤثر في اهميه مساحه الدوله. مساحه الدوله هو اللي احنا كنا مجاوبينه من شويه لحضرتك، سالته بصيغه تانية. تمام. اهميه المساحه لا تقاس بالكيلومترات المربعه. تمام. فايه بقى العوامل المحدده لاهميه مساحه الدوله؟ الموارد وتنوعها وحجمها. تمام. السكان خلاص وقدرتهم على استغلال الايه؟ الموارد، امتلاكهم للتكنولوجيا، النظم الاقتصاديه، وسهوله الايه؟ المواصلات. تمام. نعم. تمام. طيب احنا كنا مع حضرتك في الشكل المندمج المنتظم، وحضرتك رسمت رسمه بسيطه جدا توضح كيفيه الميزه التي يكتسبها هذا الشكل. نعم. المسافه من وسط الدوله لجميع الاطراف بتجدها تكاد تكون متساويه. متساويه، تمام. ده مميزات الشكل المندمج، ودي اهم ميزه فيه. تمام. لان ده بيدي فرصه لحاجات كتير. حريه الحركه. فحضرتك كنت سامع ان حضرتك بتقول لي حريه مين؟ الحركه. حريه حركه الجيش. تمام. وكنت سامع كمان حضرتك بتقول لي سهوله ادارتها. تمام. وصلت خلاص؟ قدره السيطرة. الحكومه على السيطره عليها. تمام. سهوله السيطره على جميع مين؟ على جميع اجزائها. وتقليل فرص خلاص النزاع. بتقلل من الايه؟ من النزاع على الحدود. تمام. ويا ترى ليه بتقلل من النزاع على الحدود؟ طول لان طول الحدود الدوله، طول الحدود في الدوله يعتبر قصير، قصير بالنسبه للمساحه. تمام. خلاص. فاذا دي كلها مميزات للشكل المندمج. ينطبق الكلام ده على مين؟ على مصر. ينطبق على مين كمان؟ على فرنسا. تمام. ينطبق على بلجيكا. على بلجيكا. ده كل ده مميزات للشكل الايه؟ المندمج. المندمج. نعم. طيب استاذ حضرتك، احنا كده خدنا الشكل المندمج. نعم. هنشوفه على الخريطه. نعم. زي ما حضرتك معودنا يعني. فهنا ادي الخريطه اهي يا استاذ احمد، تعال نطلع مصر. ادي مصر اهي. تمام. طب لو شفناها في خريطه افريقيا مثلا. انا هطلعها على افريقيا. تمام. وهنا ادي فرنسا. فرنسا. بلجيكا هنا ما تبانش على الخريطه دي قوي، لان الخريطه دي خريطه العالم. مظبوط. خريطه اوروبا. فهنا بقى لو انت شفنا هنا خريطه مين؟ تمام. خريطه اوروبا. افريقيا او اوروبا مثلا، نشوف عليهم ايه الحاجه بتاعتها. نعم. يعني احنا حتى مثلا الدول الطولية في امريكا الجنوبية في شكل لفرنسا في الاخر خالص مثلا. بيوضح مثلا ايه؟ ادي مثلا دي كده خريطة لفرنسا بس. فرنسا. تمام. تعال نشوف فرنسا. لو انا حطيت ايدي كده في وسط فرنسا. اقرب للدائرة. اقرب للدائرة. تمام. توصل لجميع الاطراف بشكل تقريبا ايه؟ تمام. يعد فعلا شكل مثالي. نعم. طب فرنسا دي يا استاذ اشرف يعني حاجه كده في القلب، لانها وردت في المنهج اكثر من مره. طبعا. ممكن فرنسا. تاخدنا كده في رحله الى يعني الى الطلبات اللي على فرنسا في المنهج. وهي بتتشابه مع مصر في حاجات كتير. تمام. اول حاجه بتشرف على مسطحين مائيين. مسطحين. تمام. يبقى ده درس البحر المتوسط والمحيط الاطلنطي. ده درس الموقع. نعم. تمام. مصر بتشرف على البحر الاحمر والبحر المتوسط. تمام. هناك تشابه. نعم. تمام. مصر دولة وحدوية. تمام. فرنسا دولة وحدوية. دولة وحدوية. تمام. فرنسا دولة مثالية كمان من ناحية الوحدوية، بينطبق عليها كل الشروط تقريبا. تمام. دولة زي ما بنقول كده شكل مندمج لسه واخدينه النهارده. مندمج. تمام. وهناخد بعد كده ان نظام الحكم فيها شبه ايه؟ شبه رئاسي. تمام. فاذا هنا هي العواصم فقط. والعواصم القديمه يعني انت عندك هنا باريس مثلا. تمام. اوكي. عندك في مصر مثلا القاهره. تمام. الاثنين عامل تاريخي. عامل هنا ايه؟ عامل تاريخي. يعني في تشابه. في تشابه كبير جدا بين مصر وما بين ايه؟ فرنسا. نقدر نقول ان ابنائنا ممكن يقارنوا ما بينهم. وارد. تتشابه مصر مع فرنسا في العديد من الايه؟ من الصفات. تمام. فهنا بقى الطالب يتتبع كده على المنهج كله، هيلاقي ان فرنسا بتتشابه مع مصر في اكتر من اربع حاجات تقريبا. تمام. نعم. من حيث ما حضرتك قلت يعني. تمام. تمام. طيب ده بالنسبه لفرنسا. نعم. كشكل مندمج او منتظم. نعم. هقول لحضرتك على الكتاب في صاد 22 23. نعم. كاتب الكتاب بيقول ان الشكل المنتظم يؤكد قدره الحكومه على تحقيق افضل اتصال وسيطره على اجزاء الدوله. نعم. يعني انا ممكن اقول للطلبه بما تفسر في الشكل المنتظم تكون قدرة الدولة على تحقيق أفضل اتصال وسيطرة على أجزاء الدولة. نعم. طيب ما أنا عندي إجابة بعد كده، وذلك لأن أطرافها تكون على أبعاد متساوية من مركز الدولة.
اللي هو تعريف الشكل المندمج نفسه. يعني احنا كده نقول لابنائنا ان هم يهتموا بكل قطعه في كتاب المدرسه، نعم لان يعني حتى يعني الطلب الصغير عليه سؤال نعم وسؤال عليه اجابه بعدها. نعم ولو نزلت لاخر سطر عند حضرتك في وانا الكتاب، اكد لحضرتك ان السؤال ده مش موجود في الكتب الخارجيه خالص اطلاقا يعني. ما اعرفش والله، انا تمام. بالنسبه لكتاب المدرسه هو يعني اللي انا بالنسبه لي بتحدث على ان كتاب المدرسه كده يعني عشان الطالب ما يجيش يقول مثلا ايه ده الامتحان من بين السطور، ان هو يمسك كتاب المدرسه نعم ويحط على كل جزئيه سؤال زي ما كنا بنعمل واحنا صغيرين. نعم طيب برضو عندنا هنا حضرتك بتشير الى يقلل من فرص الاحتكاك ونزاع الحدود، نعم اليس هذا سؤال نعم بما تفسر في الشكل المندمج المندمج يقلل يقلل فرص الاحتكاك؟ الاحتكاك ونزاع على الحدود؟ نعم الاجابه بعديها، لان طول حدود الدوله يكون قصيرا بالنسبه بالنسبة الى مساحه إلى مساحة الدوله. الدولة. نعم يبقى هنا احنا وجدنا سؤالين من ضمن الحاجات المتشابكه اللي جوه خالص. نعم طيب مظبوط. والداني ان مصر وفرنسا وبلجيكا دولة مندمجة. نعم إذا أنا مش ممكن أوضع سؤال هنا وأقول بما تفسر مصر دولة ذات شكل منتظم أو مندمج، أو أشيل مصر أحط فرنسا، أو أشيل فرنسا أحط بلجيكا. هنا هتعرف الشكل المندمج لأن المسافة من وسط الدولة لجميع الأطراف تكاد تكون متساوية. متساوية، تمام، يعني أعرف الشكل. نعم. تمام. وفي نقطة كمان جت السنة اللي فاتت في الامتحان، تمام. جاب له دولتين. قال له صنف الدول الآتية من حيث الشكل. جاب له بلجيكا وجاب له الكونغو الديمقراطية. تمام. جاب بلجيكا وجاب الكونغو الديمقراطية. تمام. احنا في الشكل المندمج قلنا في مصر وفرنسا والدولة الثالثة مين؟ بلجيكا. بلجيكا. تمام. يبقى هنا بلجيكا بتتصنف تبع الشكل مين؟ المندمج. المندمج. المنتظم. اوكي؟ تمام. المنتظم. في بقى شكل بيسموه مندمج، مندمج ذو بروز. تمام. ايه المندمج ذو البروز ده؟ اللي هو زي الكونغو الديمقراطية. خلاص زي افغانستان. بتلاقي الشكل عامل ازاي اهو، وتلاقيه جزء منه بارز كده داخل دوله. تمام. او العكس، واخد الشكل ده كده ونازل بهذا الشكل. استاذ حضرتك في تلقي تليفون. نعم. محمد اتفضل. الو محمد. حضرتك عايز اتفضل يا محمد. يقول لك بما تفسر أهمية الموقع البحري للدولة. أهمية الموقع البحري للدولة. أيوه. ماشي يا محمد. ماشي. في سؤال تاني يا محمد؟ عندي بما تفسر يعد الموقف بالنسبة لدوائر العرض أكثر أهمية. يعد الموقع بالنسبة لدوائر العرض أكثر أهمية. تمام. من خطوط الطول. ماشي يا أبو حميد. في حاجة تاني؟ لا متشكرا. طيب يا حبيبي خليك معانا. أهمية الموقع البحري. طبعا احنا عندنا المواقع البحرية تكتسب أهمية خاصة، المواقع البحرية. نعم. دايما الموقع البحري يا أستاذ أحمد بيكون مهم إن هو بيزود من فرص الاتصال بالعالم الخارجي. تمام. مفيش عوائق، فسهل توصل للعالم الخارجي. تمام. سهل تعمل عملية احتكاك حضاري. احتكاك حضاري. سهل تستغل ما فيه من ثروات. استغل الثروات. مياهك الإقليمية. تمام. اللي أنت بتطل عليها، أو المياه الدولية لو أنت قريب من مياه دولية تقدر تستفيد برضو منها. تمام. فإذا الموقع البحري أهميته في إيه؟ سهولة الاتصال بالعالم الخارجي بدون حواجز. احتكاك الحضاري. سهولة الاحتكاك والتواصل الحضاري بين الدول. استغلال الثروات. سهولة استغلال الثروات الموجودة في المياه الإقليمية. تمام. نعم. طيب أهمية دوائر العرض بالنسبة للدولة أهم من خطوط الطول. حضرتك يعني هنا شايف إن خطوط الطول بتوضح الزمن، طب إيه أهمية دوائر العرض يا أستاذ أحمد؟ بتقسم العالم إلى مناطق حرارية. نعم. أو تحدد الملامح العامة لمناخ الدولة. وبالتالي هيأثر في المناخ. في النشاط الاقتصادي. وهيأثر في النشاط مين؟ الاقتصادي، وهيأثر في الإنتاج، فإذا هنا الأهمية بالنسبة لدوائر العرض بيكون أكبر من خطوط مين؟ الطول. نعم. تمام. شكرا يا أستاذ. بنواصل مع حضرتك، احنا مندمج ذو بروز. نعم. وحضرتك قلت لي الكونغو وقلت لي افغانستان. افغانستان. نعم. كونغو في افريقيا وافغانستان في قاره اسيا. نعم. طب ده احنا عندنا هنا السهوله شديده في الدولتين دول. ده هنا كده عندنا دولتين فقط محددتين. ادي افغانستان لو احنا بصينا لها على الخريطه. خلاص؟ تعرفها على الهند، باكستان، الهند. افغانستان. تمام. اوكي، وادي الكونغو شايف الشكل بتاعها، وتيجي هنا كده يبقى ايه ده البروز بتاعها داخل ده. اذا هنا لو احنا نظرنا الى الخريطه تلاقي في دول شكلها منتظم، مصر، فرنسا، بلجيكا،
دول مندمجه ذات بروز اللي هي ايه افغانستان ومين وكونو، تمام. وهو طلب منه حتى في الامتحان السنه اللي فاتت وحدد مميزات احد الشكلين. هو هنا الشكل طبعا اللي ليه مميزات هيكون اللي هو مين؟ المندمج. المندمج، تمام. فيبدا يقول بقى اللي حضرتك قلته، اللي هي سهوله الايه؟ سهوله يعني الاداره والسيطره وسهوله نقل الحركة. الجيوش وكله النزاع على الايه؟ على الحدود والمسافات متساويه من وسط لاطراف الدوله، كل دي تعتبر مميزات لشكل الدوله. تمام. نعم. عايز حضرتك تقول ان الشكل المندمج ذو بروز له سلبيه، وجود بروز داخل دوله اخرى. نعم. تمام. لان جزء من الدوله اللي بيدخل داخل دوله اخرى ممكن يسبب لك مشكله بالنسبه للدوله. تمام. نعم. انما هو بياخذ صفات الشكل المندمج. نعم. عموما يعني غالبا. طيب ده الشكل المنتظم او المندمج، والشكل اللي هو مندمج ذو البروز. نعم. عندنا شكل تاني هو الشكل الشريطي او المستطيل. نعم. لو اتكلمنا هنا عن الشكل المستطيل، احنا هنقول ان الدول المستطيلة الشكل، يعني ايه شكل مستطيل؟ الاول دول ذات الشكل المستطيل. تعال نشوف الدول ذات الشكل المستطيل كده يا استاذ احمد. عندي نوعين. تمام. واحد دول تمتد من الشمال للايه؟ للجنوب. للجنوب. واثنين دول تمتد من الشرق الشرق الى الغرب. بس ايه هو الشكل المستطيل؟ تمام. شكل المستطيل شوف يقول لك هنا ايه تعريفه؟ طول الدولة ستة امثال عرضها. تمام. ده تعريف الشكل المستطيل. فلو في دول بتلاقيها واخده الشكل ده كده مستطيله بالايه؟ بالطول. بالطول. وفي دول تانية تلاقيها ايه؟ مستطيله بالايه؟ بالعرض. عرضيا. طب مين اللي واخده الشكل ده؟ ومين اللي واخده الشكل ده؟ وايه مميزات الشكل وعيوبه؟ تمام. لو انت بصيت برضو على خريطه العالم هتلاقي دوله زي تشيلي يعني ممتده بالطول. خريطه ليها في امريكا الجنوبيه. ولو احنا وضحناها هنا في قاره امريكا الجنوبيه بشكل واضح. فعلا. ادي الشكل المستطيل. شكلها واضح خالص. واضح جدا. نعم. وبعدين طول غريب. فده بيدي مميزات. ايه المميزات؟ تنوع المناخ، تنوع الانتاج. ولكن بتسير في دوائر عرض كثيره. تمام. ولكن بيسبب لها برضو مشاكل دفاعيه او الاتصال بين اطراف الدوله. تمام. نعم. الشكل بقى المستطيل تاني ممكن تلاقيه في ايطاليا، ده الطول. تمام. طب والشكل المستطيل اللي بالعرض؟ ادي منغوليا وادي ايه؟ تركيا. تركيا. وده طبعا بيختفي فيه نقطه مين؟ نقطه تنوع المناخ. يعني الشكل يعني لما نقول صح وخطا، الشكل المستطيل دائما دائما متنوع المناخ. نعم. يبقى احنا كده قدام عباره خاطئه، لان اذا امتدت الدوله من العرض من الشرق الى الغرب لا يتنوع بها المناخ. تمام. شرط ان يكون الامتداد طولي من الشمال الى الجنوب مثل تشيلي. نعم. وعلى هذا ممكن احنا نقول لنفسينا بقى، يعني في امتحان 2018 قال قارن بين انقره وطوكيو. نعم. على اساس تضاد في عنصر الحمايه، قارن بين انقره وطوكيو. طب ما احنا النهارده ممكن يعني على هذا المنهاج نقول مثلا قارن بين منغوليا وتشيلي او تركيا وتشيلي، نموذج يمتد عرضيا ونموذج يمتد طوليا. او اقول لك مثلا في اي دول من الدول الاتيه تفضل ان تعيش ولماذا؟ تمام. يبقى هنا سؤال رأي. فمثلا اديك منغوليا واديك مثلا تشيلي. تمام. وهنا الطالب عنده حاجات كتير، منغوليا دوله حبيسه خلي بالك. تمام. فده برضه معوق، وفي نفس الوقت دوله تمتد على شكل مستطيل من الشرق للايه؟ للغرب. ولكن تشيلي تمتد من الشمال لمين؟ للجنوب، وبتطل على البحر بجبهه بحريه واحده. فاذا الافضل بالنسبه للشخص هنا ان هو يعيش في تشيلي ما يعيش في منغوليا. تمام. يعني واخده صعوبه الاتصال وصعوبه الحمايه اللي هي من المساوئ دي، واخدها الدوله ممتده عرضيا، زائد ان هي ما كسبتش حاجه لان ما عندهاش تنوع في المناخ. نعم. اما بس تشيلي بقى وايطاليا دي من الدول الطوليه اللي بتستمد ذلك. تمام. تمام. كنت مجهز لنا حاجه على اللاب انا كنت سامع في الدول المندمجه وكده. عندنا تمام بعض الاسئله لابنائنا برضو اللي بيتابعوا معانا. عندنا شكل الدوله، بناخد طبعا اسئله انواع شكل الدوله، شكل المنتظم او المندمج والمندمج ذو البروز، دول اللي اتكلمنا عنهم، والشكل المستطيل. طبعا عندنا يعني المجازفه والمحتوى هنتكلم عليه دلوقتي. بنقول بقى ان الشكل المنتظم او المندمج ده الشكل اللي تكون المسافه من وسط الدوله الى اطرافها متساويه تقريبا. وطبعا عندنا امثله لكده، بلجيكا
عندنا أمثلة فرنسا، عندنا أمثلة برضو مصر. وبعدين ناخد المثال بتاعنا على الخريطة، دولة منتظمة الشكل، يعني ممكن يجيب لنا الخريطة كده آخر السنة يقول دولة منتظمة الشكل، السهم بيشير إلى دولة فرنسا، وإحنا عندنا دولة فرنسا مكبرة هنا. وما ننساش اللي قاله أستاذ أشرف على دولة فرنسا، أنها دولة مندمجة منتظمة، أنها دولة تطل على المياه بواجهتين، أنها دولة طبعا مثال الدولة الوحدوية، وبها عاصمة قديمة تاريخية باريس. مميزات الشكل المندمج المنتظم، يعني إيجابياته حرية مكانية للجيوش، إدارة داخلية بطريقة جيدة، حسن الإدارة الداخلية، يقارن الفرص لاحتكاك مع جيرانها، قدرة الحكومة على تحقيق أفضل اتصال وسيطرة. عندنا برضو تعريف المندمج ذو البروز، والمندمج ذو البروز يا أولاد تكون الدولة فيها مندمجة فعلا وتاخد شروط المندمج، ما عدا سلبية بقى اللي هي جزء منها يبرز داخل دولة أخرى، وده من سلبياتها. وإحنا عندنا مثال على ذلك، عندنا أفغانستان في قارة آسيا، عندنا الكونغو في إفريقيا. وناخد المثال بتاعنا على الخريطة، دولة مندمجة ذات بروز، عندنا الكونغو موجودة اهي في افريقيا. وطبعا لما نحب نشوف الشكل العام يا استاذ اشرف، زي ما وريتنا حضرتك الشكل العام اهو بتاعها مندمج، والبروز جهة المحيط الاطلسي، دي الكونغو الديمقراطية. دي الكونغو الديمقراطية. نعم. وطبعا البروز ده يعتبر يعني الجانب السلبي من جوانب هذا الشكل. دولة مندمجة ذات بروز في قارة آسيا، زي الشكل اللي رسمه لينا الأستاذ أشرف، موجود هنا قدامنا المندمج ذو البروز، تقع بجوار باكستان والهند. الشكل بعد كده عندنا المستطيل أو الشكل الشريطي، الشكل الطولي تعريفه، تكون فيه الدولة أقرب إلى المستطيل، ويكون طولها 6 أمثال عرضها تقريبا. تشيلي دولة منهم طبعا. المثال عندنا النرويج في أوروبا، إيطاليا في أوروبا، السويد في أوروبا، تشيلي في أمريكا الجنوبية. وناخد مثال لينا على الخريطة، دولة طولية الشكل عندنا دولة تشيلي في أمريكا الجنوبية. وطبعا بنشوف الشكل قدامنا، وبنتذكر يا أولاد تشيلي في الموقع برضو أنها دولة تواجه المحيط أو البحر بواجهة واحدة، زي سوريا كده، قلنا سوريا وتشيلي، وده موقع تشيلي، فليها مطالب كده عندنا كتيرة. دولة طولية، وشايفين الامتداد الطولي من الشمال للجنوب، ده بيأثر أيضا في تنوع المناخ في هذه الدولة. دي من الأشكال الطولية. مميزات وعيوب الشكل المستطيل بقى، عندنا مميزاته أنه يساعد على تنوع المناخ إذا كان الامتداد من الشمال للجنوب. وطبعا العيوب، صعوبة الاتصال، ويؤدي إلى مشاكل سياسية في الاتصال بين أجزاء الدولة، أيضا مشاكل في الدفاع عن الدولة. دي كانت يا أولاد بعض المشاهد للدول أو النماذج للدول اللي احنا اتكلمنا عنها في حلقة النهاردة. وإحنا هنستكمل معاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة شكل الدولة، هناخد الشكل المجزأ وهناخد الشكل المحتوى، وهنجيبهم على خرائط أيضا معاكم. يعني في نهاية الحلقة بنشكر الأستاذ أشرف على تواجده معنا. شكرا فندم. شكرا أستاذ. أبنائنا الأعزاء، مرة أخرى كل عام وأنتم بخير بمناسبة نصر أكتوبر العظيم، وإن شاء الله ربنا يجعل أيامنا كلها أعياد. نلقاكم على خير، ومادة الجغرافيا ومدرسة على الهواء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.